رجال كبير بالعمر وعنده بناته مرضى. فكل شخص نشوف شخص بهذا الوضع وبهذا الحالة لازم يساعده. فأنا ساعدته بالطريق، يعني تعرفت عليه كطريق من ألمانيا إلى فرنسا. أي تعرفت عليه طريق وساعدته، ووضعه صعب، هو حيل صعب وضعه. فلهذا السبب اللي أنا ظليت وياه وتساعدنا أنا وياه على كل شيء، يعني هو ساعدني أنا ساعدته، قاعد نتساعد. هذه إبرة الإنسوليني، هذا 3 أوقات نستخدمه بالنهار أو على وقت الأكل، وهذا إنسولين النوع الثاني أو المدى الطويل. طحالب، كلها طحالب. مو شغلة دلع، بس كإنسان إحنا من حقنا نعيش، ولهذا السبب تركنا بلداننا ندور على الإنسانية. لكن إحنا نشكر السلطات الفرنسية اللي سامحنا نسكن هنا، ونقدر إن شاء الله يا رب نعبر. إحنا عابرين طريق موت، لكن الباقي الأمور كلها بيد الله. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك اخوي؟ الحمد لله الحمد لله. شو ما في اخبار؟ بكره ان شاء الله. ان شاء الله 100%. ان شاء الله اخوي، ان شاء الله. تمام اخوي، تمام اخوي، يبارك عليهم. تمام تمام اخوي، من عيوني. بالتجمع يعني مجهزين حالنا، ما تعرف ممكن يقعدك ساعه، ممكن ما يقعدك. اي ممكن هو يشوف الوضع، ممكن يقعدك من 12 بالليل لوحدة بالليل يلا تروح. فما يحدد لك ساعة في هذا الوقت، تقعد بالتجمع وتنتظر من عنده تليفون ثاني. يلا باي باي.